أكثر عن الموضوع من ضمن مختص في الرياضة الكوتش عبد الله العوضي. يا هلا ومرحبا فيك كوتش عبد الله. اليوم حابين نعرف عن موضوع الرياضة، إذا كان اهتمام الناس في الرياضة حاجة أو هواية أو مع الهبة موضة. هو ممكن يكون الثلاثة مع بعض. في ناس يعني يمكن وعوا من وهم صغار على أهمية الرياضة وشون الرياضة شيء جزء لا يتجزأ من حياتهم، لكن أغلب ممكن وصل مرحلة مثلا كان قاعد ما يتمرن ما يمارس الرياضة، فللأسف صار مثلا وزنه زايد، لياقته قلت، فوعى أنه لازم يهتم صحته. وفي مثل ما قلت الناس اللي مثل ما نقول هبة، يبي وراء سفرة وراء مثلا وراها مناسبة، فتحتاج أن تخسر وزن أسرع وقت ممكن. في موضوع الاهتمام الناس صاير أكثر في اللي هو شيب الجسم أو شكل الجسم سواء رجال أم نساء، فاعتمادهم على شكل الجسم من غير تمارين تهم العضلة أو تمارين رياضية صحية، فشنو اهتمامك في هذا الموضوع ونصايحك في هذا الموضوع؟ هو أكيد كلنا نسعى أن يكون جسمنا في أحسن شيب، ولكن الصحة مو فقط بالشكل، لأن الصحة خصوصا بالجانب الجسدي تعتمد على المرونة، على اللياقة، على طريقة التنفس، على طريقة الجلوس، على القوة البدنية. احنا عندنا عظم، عندنا يعني جسمنا مو بس فقط دهون أو ميزان نشوف رقم، ولكن في أعضاء، في قلب، في مخ، في وايد شغلات لازم نهتم فيها. فهذه الشغلات يعني اللي تخلي صحتنا، تعزز صحتنا، لازم يعني نعززها بشكل صح. كوتش عبد الله، نبي نعرف موضوع الالتزام. كل ما قررنا ان نسوي رياضه او نشترك نادي دائما يقولوا لنا المهم الالتزام. صحيح. فنشوف الناس عندهم شغف بالبدايه، بعدها ينتهي هذا الشغف، شنو الاسباب؟ مثل ما قلت الحماس دائما يكون موجود حق الشخص اللي يبي يستمر، بس الاستمرارية دليل أن الشخص وعى أكثر. فالسبب اللي يخلي الشخص ما يستمر أنه هو يعني أوكي اشتركنا النادي وشرينا ملابس وسوبلمنتس وكل شيء، بس ما في خطة واضحة. إذا في خطة واضحة حطها الكوتش والشخص عرف شنو الأرقام، مثل الوزن، نسبة الدهون، عضلات الماء، عرف شنو مكونات الجسم، عرف أنه في خطة لمثلا أسبوع، خطة لشهر، خطة لثلاثة أشهر، شنو راح نسوي هني، حتى لو لا سمح الله نفقد الحماس نعرف انه لا في هدف كبير لازم نسعى له. فمن التعاون من الكوتش ومن الشخص اساس انه يصير الحماس متولد على طول ولا يشوف النتيجه الشخص. بما ان طرينا طاري الاكل، غالبا ارتباطنا بالرياضه وجبات غذائيه، سعرات حراريه، اهميه هذا الموضوع مع التزامنه في الرياضه. هو يعني مكملين بعض، ومو بس التغذيه، ايضا النوم، شرب الماء، زيادة المرونة، زيادة الحركة، هذه كلها مرتبطة في بعض. التغذية مهمة جدا مثل التمرين. أيضا التغذية إذا شخص مو مسوي دايت من زمان، يعني مقبل على دايت جديد، فما يدش على طول دايت، ما يصير مثلا والله آكل هالكمية بروتين، آكل هالكمية كربوهيدرات، الدهون، لا، شوي شوي، ستيب باي ستيب نبلش في تخفيف كمية الأكل، نزيد الشغلات الصحية أكثر، نبتعد عن الشغلات اللي نعرف انها مو مفيده مثل الفاست فود، ومع الوقت الشخص يتثقف وخلاص يصير مثل لايف ستايل، خصوصا اذا قام يشوف نتيجه وتغيير بالوزن. كوتش عبد الله العوضي يعطيك العافيه، واثريتنا بالمعلومات، وللامانه خليت عندنا شغف على الاقبال بالرياضه. الله يعافيكم والساعه المباركه، حياكم الله. الكوتش والمختص في الرياضة، خلونا نسمع آراء الرأي العام وآراء الناس حول هالموضوع. طبعا أنا عن نفسي ما أشوف أن الرياضة بشكل عام أن هي هبة أو فترة معينة وتنتهي. أنا أشوف أنها لايف ستايل حق الإنسان بنفسه، لأن الرياضة أساسا بجميع أنواعها، الرياضة تعطي أول شيء ثقة بالنفس وزيادة اللياقة البدنية، وبنفس الوقت اللياقة تعطي اعتماد بالنفس أكثر. ومع الأيام الناس خذوها لايف ستايل وروتين يومي، فقامت تفيدهم بالحياة. طبعا عندك الرياضة هي لايف ستايل، اللايف ستايل يفرق، يعني مو شيء يكون هبة، يكون تقدر تغير انت حياتك، تكون الرياضة جزء من حياتك، هذا هو اللي يقول لك اللايف ستايل. وانا اشوف رياضة البادل اللي هي واحدة من الاشياء اللي هي تعتبر لايف ستايل.
فأنا أشوف أن الرياضة بشكل عام مفيدة للصحة بجميع أنواعها، مو بس بالفنون القتالية، جميع أنواعها بشكل عام. يعني عرفنا من المختصين أن قد تكون الرياضة ما بين الحاجة وما بين الهبة، لكن تظل الرياضات الجماعية هي المهمة لأنها تخلصنا من السلبيات، فخلونا ناخذ إيجابياتنا دائما من الرياضة.